ولازم لازم نسيب حل سياسي. فهمتوا دي ولا لا؟ هكا قلت لهم لازم نسيب حل سياسي. على هذا الشيء قدمت البلاف داود عمي لكاز رشيد فوتوكوبي تاعي الروت سكور تاعي، وما نخليش الخدمة اللي درناها من 2014 هكا تتاه في البير كيما طاح. خونا العياشي ربي يرحمه، تبغوا ولا تكرهوا وراني هنا، وديروا الحملة الانتخابية ونشوفوا لو كان هذا المجلس الدستوري يرفيدي الدوشي من نهار 10 ايام ان شاء الله. هذا هو الهدف، هذه هي السبة. على جال قدم ملف تاع ذكاف رشيد فوتوكوبي تاعي رد سكور تاعي، بس قابلوا امام نظام فاسد اللي ما يخافش من ربي، اللي راه رشح انسان اللي مات، اللي راه في الكونجيلاتور. هذه هي السبة.